السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده الموضوع هيختلف، مش هنتكلم في الكوره قد ما نتكلم في الموضوع الاخير اللي هو تعرض له جونيور فينيسيوس نجم ريال مدريد والعنصريه، وطبعا رئيس اتحاد وكلاء اللاعبين في اسبانيا والنجم كوكي نجم اتلتيكو مدريد، وانه وصف راس جونيور فينيسيوس بالقرد والعنصريه، وانه يحترم الناس ويحترم يروح يرقص في البرازيل ويرقص في بلده، ما يجيش يرقص هنا، ولازم يحترم الخصم ولازم ولازم ولازم. وطبعا الكلام ده واللي فيه ريحه عنصريه وشيء فظيع لسه الى الان لسه في تخلف، وان الناس بتبص الموضوع لسه بلون البشره، اللون البشره لسه بيحكم برده، والناس ما بتبصش خلاص المفروض ده خلاص الموضوع يكون اتلغى خلاص من زمان، لكن لازال التخلف في اوروبا والتخلف في نظره الناس للبشره السوداء والبشره البيضاء لسه الى الان لسه بنبص بالعقليه دي يا جماعه. في ظل الدنيا اتطورت، كل شيء اتطور الا الفكر العقائدي والفكر العنصري اللي في قلوب بعض الاوروبيين المختلين عقليين، اللي نقدر نقول يعني لسه الى الان انت عشان اسود وعشان لسه بتبص للكلام ده. فالكلام ده زعل جدا جونيور، وطبعا نيمار رد عليه قال له ارقص وان شاء الله هدفك الجاي في طبعا ديربي العاصمه المدريديه اتلتيكو مدريد وخلاص وريال مدريد، ارقص وهيرقص وهيجيب الهدف ويرقص بالطريقه البرازيليه بتاعتك دي، رونالدو رونالدينهو دي رقصه شعبيه، والرقصات دي ما تبدكش، لكن وصفه كقرد ولون البشره ده شيء فظيع. لكن هم المتخلفين يجبروك انك بس توافق على شعار المثليه والتيشيرتات كلها يبقى عليها مثليه، واحنا طبعا كلنا ضد المثليه اطلاقا اكس بالنسبه لنا، لكن هو ده الاحترام وهي دي الثقافه، ان احنا نبقى مثليين او نشجع المثليين، لكن ما نشجعش نقف مع العنصريه. بالعكس احنا ضد العنصريه وضد المثليه وضد الافكار المتطرفه اللي تجبرونا ان احنا نحترمها، او تجبرونا ان احنا نوافقكم، او تجبرونا ان احنا على الاقل ما نعترضش. لا، احنا راينا ما بنقول بادب، احنا لا عنف ولا غير، احنا على الاقل بنقول راينا، احنا ضد العنصريه، ضد الناس اللي بتحكم على الاشخاص بلون البشره، ضد الناس اللي بتحكم بفكر الشذوذ والمثليه، وان ده كله ضد اي يعني دين واي مله واي ما فيش يعني كل الاديان، اذا كانت مسيحيه يهوديه اسلاميه، كله ضد الشذوذ وضد المثليه وضد العنصريه، لان ربنا بينظر الى قلوبنا ما بينظرش الى لون بشرتنا، ده ابيض وده اسود. فانا شايف ان الموضوع ده المفروض الاتحاد الاسباني اذا هو فعلا يعني حابب انه يحارب العنصريه، طبعا المثليه استحاله يحاربوها، لكن على الاقل العنصريه عشان تحاربوها يبقى كل الناس التيشيرتات الماتش اللي جاي وكل الناس تحارب العنصريه والناس كلها تقف مع جونيور فينيسيوس ويرقص ويعمل اللي هو عايزه والكلام ده كله. دي الحريه، دي اللي انتوا بتقولوا عليها، دي احنا ضد، احنا مع الحريه، حريه يرقص يعبر طالما لا بيسئلك ولا بيشتمك ولا دي حاجه بتريحه وتسعده. وطبعا قال ان انا جاي من بلد فقير والناس بتقعد يعني البرازيل بلد فقير والناس بتقعد على طاوله الطعام ما عندهاش اكل، وكلام كلام كتير قوي يعني فعلا مؤثر، ان احنا جايين نلعب كوره وان جايين نسعد وبنتغلب على المشاكل دي بالابتسامه والرقص اللي احنا بنرقصها بعد احراز الاهداف، لانه بيعمل على انه يسعد فرقته وانه يفوز. فطبعا هل انتوا مع التصريحات ديت وشايفينها قبل مباراه الديربي العاصمه ريال مدريد واتلتيكو مدريد، مباراه الديربي القويه، التصريحات دي هل انت مع تصريحات كوكي وتصريحات رئيس رابطه وكلاء اللاعبين الاسبانيين، ولا انت مع العنصريه ام ضد؟ كلنا طبعا ضد العنصريه. فالفيديو النهارده مش بنتكلم في كوره قد ما بنتكلم في التصريحات الغريبه اللي طلعت، فده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت، والسلام عليكم.